بالفضاء الخارجي للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بوجدة، نظمت النقابة الوطنية للقطاع وقفة احتجاجية تطالب من خلالها بمجموعة من الحقوق، انطلاقا من مطلب عقد اجتماع المجلس الإداري للوكالة وإخراج وضع المستخدمين من حالة الجمود وتنفيذ جميع بنود اتفاق 15 يونيو 2011. نتابع هذا التقرير المصور في الموضوع مع تصريح للكاتب العام للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية فرع وجدة. الوطنية المحافظة العقارية فرع وجدة، هذا النهار هذا عندنا وقفة احتجاجية لوقفة وطنية قدام وزارة الفلاحة. قدام وزارة الفلاحة هذه الوقفة اللي كتجي في واحد الإطار ديال التماطل ديال لا إدارة ولا حكومة من حيث انعقاد المجلس الإداري، اللي كتعلق عليه بزاف ديال النقاط اللي في صالح المستخدم، الوضعية ديال المستخدم اللي عرفت واحد التجميد من 2009، وحنا الآن كنكرسوا واحد الوقفة احتجاجية من أجل فك هذا المجلس الإداري اللي عرف الحيف من طرف الحكومة ومن طرف مدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ما باغيش يتعقد، والأمل كلها معلقة على هذا والحوار اللي كانت دار، حوار ديال 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 القانون الأساسي كنا نجحنا فيه، وكان وعود أن غادي تحل هذه المشاكل في إطار التظاهرات اللي كان عرفتها أولا الوقفات الاحتجاجية المعممة داخل جميع المصالح الخارجية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ولكن للأسف أن هذا الشيء ما تنفذش، وإحنا اليوم أننا كنكرسوا نفس الوقفة من أجل انتزاع هذا الحق هذا ديال
تعليقات المجلس الإداري اللي كتعلق عليه مسائل ديال الموظف ولمسائل مصيرية ووظيفية وترقية وسلم ومصدر العيش ديال المستخدم. وشكرا للجميع. Yeah.
Let's move out.